مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن قبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية وكمان الأجنبية، وكمان تم قبول الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية علشان يبقى في عملية متابعة للانتخابات القادمة. تفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا على التليفون الأستاذ الدكتور عبد المجيد سليمان، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور، ومنورنا في صباح مين. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح النور. عاوزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن عملية متابعة الانتخابات. هو الحقيقة الإعلان اللي تم من معالي المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، هو الإعلان ده تم عن قبول جميع الطلبات. بس هنا عايز أقول إنه قبول الطلبات مش معناها اعتماد هذه الطلبات. زي ما بنيجي نقول تعلن وزارة كذا أو جامعة كذا عن فتح باب الترشح أو التقدم لشغل وظيفة كذا. الكلام ده يبقى محتاج توافر شروط. يبقى احنا الاول بنقبل الطلبات عشان عمليه متابعه هذه الانتخابات. طب يا دكتور، ايه بقى اهم الشروط التي يجب توفرها في منظمات المجتمع المدني لقبول متابعتها للانتخابات؟ هو هنا ميز بين منظمات المجتمع المدني المحليه والاجنبيه، انما في شرط اساسي كل اثنين، هو حسن السمعه وانه هذه المنظمات تكون مشهود لها بالحياديه والنزاهه. ده شرط موجود في المنظمات المحليه والاجنبيه. لو شفنا بقى في المنظمات المحليه فضلا عن كده، انه ما يكفيش اي منظمه مجتمع مدني تطلب، انما مش شرط ان انا اقبل. ليه بقى؟ لانه يجب ان تكون هذه المنظمه من انشطتها الرئيسيه مجالات متابعة الانتخابات ولا الاستفتاءات، أو يكون من نشاطها دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان. يبقى لازم تكون في هذا دعما في هذا المجال. نمرة ثلاثة، أن يكون المندوبين المقيدين بقاعدة بيانات الناشئين. يبقى منظمات المجتمع المدني، يبقى لازم المندوبين بتوع هذه المنظمات مقيدين بقاعدة الانتخابات، يبقى مواطنين مستوفين شروط القيد في جداول الانتخابات. طيب شروط المتابعين دي المنظم محليا، طب شروط المتابعين ان يكون محمود السيره حسن السمعه. على فكره هذا الكلام اللي قاله معالي المستشار وليد بيستند الى قرارين موجودين عندنا في مصر من 2019، قرار 22 وقرار 23 صادرين عن الهيئه، ودولة اللي بيتم الاستناد اليوم. يعني هذه القرارات ليست قرارات حديثة، أو إن إحنا يعني وضعت هذه الشروط أو هذه البيانات في هذه الفترة، لا، ده إحنا بنستند إلى قواعد حاكمة موجودة عندنا من 2019. يبقى شروط المتابعين أن يكون محمود السيرة حسن سمع، شيء طبيعي، ألا يكون منتميا لحزب سياسي. يبقى انا ما اقدرش ان انا اجيب او يكون واحد متابع بينتمي لحزب الف او باء وبعدين هو اللي يتابع هذه الانتخابات، لانه اكيد هيكون معلش يعني هيكون منحاز الى هذا الحزب، او انه يكون مشترك في الحمله الاعلاميه. ما ينفعش برضه. ليه؟ لانه يكون يبقى مش هيتوفر فيه الحياديه اللي احنا بنطلبها في متابعه. لان المتابعه دي لو بيتحدث مع الجماهير يبقى المعلومة لابد أن تصل إلى الجمهور، معلومة صادقة ليس فيها انحياز ومجردة من أي انحياز أو مرشح معين ومجردة من أي انحياز مجردة. لا لابد، لأنه يعني رجل الإعلام ده أو في مسألة الدعاية الانتخابية ليه؟ لأن أنا برصد. تشوف حضرتك المتابعة، طب المتابعة هي إيه؟ المتابعة هي راس فحص، يعني راس كافة الأحوال اللي موجودة في العملية الانتخابية. بنسميها فيه راس، تسجيلات، فيه ملاحظة، فيه مشاهدة، متابعة لطلبات الترشيح التي قدم بها المرشحين لخوض هذه الانتخابات،
يبقى دي مسائل في منتهى الخطورة. وبالتالي احنا بيلزمنا هنا الحيادية والنزاهة في عرض الأمور. الله، هو النهاردة لما يبقى فيه مرشح أو أقصى، طيب هو دخل قد إيه في الدعاية الانتخابية مثلا إذا دعي إلى يعني إبراز نشاطه أو التحدث في التلفزيون أو في الإذاعة، يبقى ده ياخد نص ساعة، ده ياخد نص ساعة. يبقى هو النهاردة لما يجي يتابع يبقى لابد إن هو يتابع بحيادية ونزاهة. ما نقدرش نجي نقول إنه تم يخلق لي صعوبات أو مشاكل في عملية الانتخابات، أو إنه يقف معلش يعني يقف عند لجان الانتخاب ويدعو لحزب معين أو مرشح معين ينتمي لحزب معين. وبالتالي دي مسألة غاية الأهمية، يبقى لا يدعو ولا يكون منضم إلى حزب سياسي أو في الحملة الانتخابية لهذا المرشح. الأمر المهم طبعا لابد إن احنا نكون واعيين ليه، ويعني إنه ما يكونش هذا المتابع آسف بالكلام، إنه يعني يكون متلقي هدايا أو غيرها عشان يدعو لمرشح بذاته. طبعا في مسائل كلها بتبقى مرصودة، وأقول يعني الكاميرات بتجيب كل حاجة، وبالتالي طبعا أي واحد يتصرف مثل هذه التصرفات التي لا تتفق مع النزاهة والحيادية يبقى. طب يا دكتور، لو أثبت أنه شخص مثلا أو مؤسسة انحازت لطرف من الطرفين، بيتم سحب الموافقة منهم؟ طبعا من حقي، وانا يعني هو اشمعنى بتاعت الانتخابات، وانا لو اسأت استخدام رخصة القيادة او عملت مخالفة، طب انا ممكن تسحب مني رخصة القيادة، رخصة السلاح بالفعل استعملت السلاح اللي المرخص لي استعمال سيء او حاجة، طب ممكن يتسحب. ده يعني بيعتبر نوع من الترخيص اللي بيخضع للرقابة، لانه اذا ثبت ان واحد تلقى هدايا او عطايا او الكلام اللي احنا عارفينه ده، يبقى في هذه الحاله من حق الهيئه انها تسحب هذا الترخيص. ولذلك احنا بنقول انه اعلان معالي المستشار عن قبول جميع الطلبات نقبلها، بس هنراجع توافر المواصفات سواء في المنظمه للمنظمه او للهيئه. بالنسبه للمنظمات الاجنبيه، طب انا لازم اعرف طب هي مقيده فيه، وضعها القانوني ايه، سابقة خبرتها في هذا المجال، هل هي في مجتمع مدني، يعني منظمات المجتمع المدني لو اجي اقول جمعية تعاونية لتوفير احتياجات مثلا موظفين موجودة في وزارة او مصلحة، او انا عن في فنزويلا جمعية لتنمية المشروعات الصغيرة، لما ليس من نشاطها متابعة انتخابات ولا يعني ندعم حقوق الإنسان في مجال تقديم القروض، إنما ليس في العمل السياسي. وبالتالي هنا يعني الشروط بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني دي يعني بتختلف عن منظمات المجتمع المحلي، ويبقى لابد إن احنا نبقى عندنا فكرة وعندنا بيان عن المنظمة، وضعها القانوني في بلدها إيه، البلد المقيدة فيه إيه، أنشطتها، سابقة خبرتها، يعني هي يعني تابعت انتخابات او نشاط سياسي او في حقوق الانسان او تحت الديمقراطيه في دول اخرى، بس يدينا البيان ده على مدى نشاطه في مدى على مدى السنوات الثلاثه السابقه. يعني انا باكد على ان مثل هذه الشروط هي تعتبر من نسميها تنظيميه وليست قيود على المنظمات. واحنا زي ما بنقول ما عندناش حاجه يعني نخبيها. صحيح. مسائل الترشح، الدعايه الانتخابيه بتتم ازاي، متابعه عمليه الانتخابات نفسها، الفرد بيتم ازاي، اعلان النتيجه بيتم ازاي، دي مسائل كلها في غايه الاهميه، وبالتالي لازم توافر شروط في الجهه يعني المنظمه او المتابعه. صحيح الأستاذ الدكتور عبد المجيد سليمان، الأخبار أو نقل المعلومات تكون بطريقة صحيحة وحيادية. صحيح الأستاذ الدكتور عبد المجيد سليمان، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم.